التسويق واختصر المسافة ولو لزمن بسيط بين المنتج والمستهلك. يكفي أن نقف عند هذا الرقم، نحو 200 تعاونية كانت حاضرة. نزاب عزيزي والحسن بلعلي. بعد الراشدية نسخة ثانية للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية بورزازات لتثمين عمل التعاونيات. ضيف شرف الدورة إقليم سمارة بمنتجات الأرجان ومشتقات لحم الإبل. كنديروا السنه من ديال الابل اللي هي الدروه الجمل. هذا المنتوج المحلي مزيان في الدقه، في الحساسيه، في البروده كامله اللي كتكون داخل الجسم من الروماتيزم، من جميع المسائل. ومفرحانين باش نواصلوا نوصلوا المنتوج ديالنا الى هذه البلاد السعيده اللي هي ورزازات. وبين ورزازات وتنغير وزاكورة وميدلت والراشديه تنوعت المعروضات. التفاح والتمور واللوز والزعفران والعسل ومشتقات الورود وغيرها، منتجات مجالية تزخر بها جهة درعة فيلالت. جينا لهذا المعرض وكنت تمناو باش يتمنى هذا المنتج ونبيعه بأحسن هذا ونديروا الإشهار للتعاونية ديالنا، وكنتمناو باش هاد التعاونية تمشي بعيد. لجنا نتعرفوا على المنتوجات الفلاحية اللي كتزخر بها جهة درعة تافيلالت، اللي كنفتخروا صراحة بهاد المنتوجات اللي كتشرف بلاد ديالنا سواء داخل أو خارج أرض الوطن. المعرض يمتد على 3000 متر مربع مستضيفا ما يقارب 200 تعاونية فلاحية. تقريبا 200 تعاونيه، عندنا 60 تعاونيه جهويه اللي جات من الاقاليم ديال الجهه، وعندنا 30 تعاونيه اللي جايه من الاقاليم ديال الجهات الاخرى، كل جهه باربعه تعاونيات، وعندنا 10 تعاونيات ديال الصناعه التقليديه. والمعرض علاش تيدار؟ هو باش نديروا شويه ديال الرواج في المدينه. تحريك عجله الاقتصاد والسياحه وتنميه قدرات الفلاحين الصغار والمتوسطين اهم غايه هذا المعرض. وعلى مشارف موعد